تي كروس هو SUV جديد كلياً من إنتاج فولكسفاجن، أقصر وأصغر على مستوى الحجم والقياسات مقارنة بتي روك، ومدمج أكثر كمان مقارنة بتيجوان، وبالتالي يعتبر أصغر خيارات هالصانع الألماني ضمن الفئة SUV. وتي كروس 2019 المناسب تماماً للقيادة داخل المدن، مطور انطلاقاً من قاعدة الإطارات المعروفة باسم MQB يلي بيبلغ طوله 256 سنتيمتر، علماً أنه طوله الإجمالي بيبلغ 4 أمتار و11 سنتيمتر، مع حرص كبير على العملانية بالرغم من القياسات الصغيرة. تصميمياً بيتمتع فولكسفاجن تي كروس الجديد بشكل عصري ولكن تقليدي نسبياً وخالي من التميز ضمن فئته، وفضل المهندسين الابتعاد عن أي أشكال جريئة أو حادة لصالح خطوط هادية وسلسة مع بعض اللمسات الجمالية المتفرقة، من بين مثلاً تموجات على مستوى البواب ورفاريف نافرة من الخلف وعواكس هواء رياضية. وبتبرز كمان الإضاءة LED بالجهتين الأمامية والخلفية، والإطارات يلي بتتوفر بقياسات بتتراوح بين 16 و18 إنش. على مستوى المقصورة الشبه كبير بمواصفات بولو الجديدة، واللافت انه تي كروس بيوفر مساحات جلوس مناسبة لخمس ركاب بالرغم من قياساته الخارجية المحدودة. ومن الممكن تعديل وضعية المقاعد الخلفية بهامش حركة للأمام أو الخلف بمقدار 14 سنتيمتر، وبالتالي من السهل زيادة المساحات المخصصة لأرجل الركاب أو رفع قدرات التحميل حسب الرغبة والحاجة. وبتبلغ سعة الصندوق الخلفي 385 لتر بالحد الأدنى و455 لتر في حال تقديم المقاعد الخلفية للأمام، وهي بترتفع لحدود 1281 لتر بالحد الأقصى، وتحديداً في حال الاستغناء عن المقاعد الخلفية بشكل كامل. ومن بين التجهيزات يلي بتدل على التطور التقني، شاشة وسطية بتشتغل باللمس، بتتوفر بقياس 6.5 و 8 إنش، ونظام شحن لاسلكي للهواتف الذكية، ونظام إنارة داخلية مع تعديل للألوان ولقوة التوهج حسب الرغبة الشخصية، وأربع مخارج USB. العزل الصوتي داخل المقصورة متوسط، علماً أنه تسرب بعض الضجيج للداخل منه غريب ضمن الفئة الصغيرة من الـSUVs. ميكانيكياً الخيارات منوعة ولكن كلها عبارة عن محركات صغيرة واقتصادية مع توربو لرفع الطاقة الحصانية، ومن الممكن اختيار محركين من 3 سيلندرز بسعة لتر واحد مع توربو بيولدوا 95 حصان و116 حصان على التوالي، يعني قوة دفع متواضعة بالرغم من خفة الوزن الإجمالي لتي كروس، وليلي بفضلوا الحصول على قدرات قوية تحت تصرفهم وبالتالي أداء نشيط، بيبرز محرك البنزين الثالث يلي بيتكون من 4 أسطوانات ومش من 3 بساعة 1.5 لترات، وبتبلغ قوة المحرك يلي بينتمي لفئة TSI مثل المحركات الأصغر المتوفرة لتي كروس 152 حصان. وبالنسبة لنظام نقل الحركة، الترانسميشن القياسية يدوية من 6 نسب أمامية، مع إمكان اختيار ترانسميشن أوتوماتيكية إضافية من 7 نسب، تستفيد من كلاتش مزدوج وبتتمتع بسلاسة حركة وببرمجة ذكية. من جهة تانية، نظام الدفع محصور بالإطارات الأمامية بهدف خفض الكلفة، ولكن هالشي طبعاً على حساب قدرات العبور على المسارات الوعرة وعلى الطرقات يلي متأثرة بعوامل طبيعية بتسبب الانزلاق. ويعتبر الأداء العام سلس بظل توازن جيد ومكابح تصاعدية فعالة، وبيتميز فولكسفاجن تي كروس 2019 باستفادته من مجموعة كبيرة من تجهيزات السلامة ومن التجهيزات المتطورة المخصصة لمساعدة السائق على السيطرة والتحكم. وبيبرز مثلاً نظام التنبيه من خطر وقوع حادث اصطدام أمامي مع قدرة على كشف المشاة، والأهم مع نظام كبح أوتوماتيكي بحالات الخطر. وتي كروس مزود بنظام بيساعد السائق على الحفاظ على خط المسار وعلى كشف المخاطر الجانبية وعلى الانطلاق بسلاسة من وسط الطلعات. وإضافة لليحة التجهيزات القياسية الواسعة، من الممكن إضافياً اختيار نظام بينبه السائق تلقائياً بمجرد ملاحظة تراجع تركيزه على الطريق، ونظام ببرمج أوتوماتيكياً سرعة تي كروس على الطرقات السريعة تبعاً لحركة السير قدامه، ونظام ثالث بيساعد على ركن هالـSUV بالأماكن الضيقة.
إشارة أنه تي كروس 2019 يلي بينافس ضمن الأسيوفيز من الحجم المدمج بيستهدف بشكل خاص العائلات الصغيرة وجيل الشباب، وللحصول على جزء من المبيعات ضمن فئته رح يتكل على اسم فولكسفاجن وعلى سعر المبيع المدروس نسبة للمواصفات العامة وعلى تجهيزات السلامة المتطورة، ولكن المهمة مش كتير سهلة بسبب تنوع الخيارات المنافسة. ولأنه تي كروس عم بينضم للمنافسة بمرحلة متأخرة عن بقية الأسيوفيز الصغار. عجبك هالفيديو؟ اعمل له لايك وشير مباشرة، وإذا حابب تتابع كافة إنتاجات موتور شو اشترك على القناة هلأ، اضغط على سبسكرايب.